بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أعبر عن مدى سعادتي وتشرفي بإلقاء مثل هذه المحاضرة في هذه الجامعة الفتية، وأن أكون متواجداً وسط الكوكبة من الأساتذة وعلى رأسهم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسيد الأستاذ نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق وعميد كلية التكنولوجيا والسيد نائب عميد كلية العلوم الاقتصادية، فهذا شرف كبير لي وأسجله في تاريخ حياتي أنني ألقيت محاضرة في رحاب جامعة عين تمنشنت في الجزائر الشقيقة، وهذه ليست الزيارة الأولى لي للجزائر الشقيقة، فهذه الزيارة الثالثة لي، وكم أتشرف وكم أسعد بوجودي في الجزائر الشقيقة.